سعادة السفير خالد حسين خان قدارو سفير جمهورية باكستان الإسلامية. Mr. President, I have the honor to present to Your Excellency the letter of credence by which His Excellency Dr. Arif Alvi, President of the Islamic Republic of Pakistan, Excellency, I have the honor to introduce my colleague Raja Munawar Hussain, First Secretary, Embassy of Pakistan. Today I had the honor of presenting my letter of credence. لي الشرف أن أقدم أوراق اعتمادي إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. أنا جد سعيد لبدء مهامي كسفير لجمهورية باكستان هنا بالجزائر. هي المرة الثانية التي أتواجد فيها بالجزائر. لقد كنت هنا عام 2003-2006. باكستان والجزائر لديهما علاقات جيدة تعود إلى أكثر من 60 سنة. باكستان هي الدولة الأولى التي اعترفت وأقامت علاقات دبلوماسية مع الجزائر، وتعملان معا في جميع المجالات قصد إقامة علاقات وطيدة. كلا البلدين يتعاونان في المحافل والملتقيات الدولية، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. باكستان ستواصل التعاون مع ناظرتها الجزائر في مختلف المجالات، لا سيما التبادلات التجارية. خلال عهدتي سأعمل جاهدا لتعزيز وتقوية العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين. أتمنى أن تكون الجزائر بلدي الثاني. وفي الأخير أعبر عن تشكراتي للسيد رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال.